رب يا رب بلغنا رمضان على خير، وافتح لنا دروب الخيرات في رمضان يا رب. يا رب ارحم إخواننا الذين لم يحضروا رمضان وغلبهم الموت، اللهم اكتب لهم الأجر، اللهم اكتب لكل ميت لم يدرك رمضان الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رب. كان لنا إخوة يتمنون أن يدركوا رمضان ولكن عالجهم الموت، اللهم لا فتحرمهم أجر رمضان ولا أجر صلاة التراويح. اللهم انقلهم من مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اجعلهم يا رب في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، اجعلهم استراحوا من هجير الدنيا ومن عنائها. اجعلهم يا رب قد رأوا صفحة وجه النبي فاستبشروا. ربي لا تفتنا بعدهم، ربي لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. رب اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وإذا ما أردت يا رب بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مفضوحين. اجعل يا رب أسعد أيامنا يوم أن نلقاك، اجعل يا رب أسعد أيامنا يوم أن نلقاك، اجعله يوم الفرح، يوم أن نخرج إلى دار الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.